لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. إذا هنا بعض النقاط الخفيفة أردت أن أجيب عليها. أنا قلت لكم في البداية يا جماعة، عندما أنتقد مثلا أنتقد بعض الممارسات، بعض الناس يقول بأنه الجيش خط أحمر. نعم، الجيش خط أحمر، الجيش في ثكناته أسراره وقيامه بمهامه خط أحمر. أنا ما تمنيت الجيش الوطني الشعبي يصير ما يقومون به على نشرة على نشرة على نشرة التلفزيون. حياة العسكريين ونشاطاتهم تبقى للعسكريين. أنا تمنيت العسكري ما يجيش للسياسة، خلاص العسكري إذا راح للسياسة لا يبقى عسكري ولا يكون سياسي. ونعم أنا وراني ابن المؤسسة العسكرية، وعندما أتحدث أنا أعرفها، أحيانا نبدأ نتحدث عن المؤسسة العسكرية يجيني واحد، أنا أكد لكم بينهم اللي ما عداش حتى السيرفيس ناسيونال، ويجي ويبدأ يحاضر عليا وأنت أنا ابن المؤسسة العسكرية، دخلت المؤسسة العسكرية في وقت كانت الرقاب، كنت في موجود في العسكر في وقت الرقاب الطير، الرقاب تاع الجزائريين الطير، وانا موجود في المؤسسه العسكريه ولم اخرج ولم اهرب منها كما يدعي البعض. هذا روجو انور مالك هو بدا الارهاب هو هرب. انا غادرت الجزائر بعد 2000 يا جماعة، عهد غادرت الجزائر في عهد بوتفليقه، بعد الوئام المدني، بعد المصالح اللي دارها بوتفليقه في 2005. هذه أنا ابن مؤسسة، نقد المؤسسة العسكرية أنا لا ننتقدها على ما يخص العسكريين، حياتهم ورتبهم وأعمالهم وتوزيع مهامهم، هذه ليس لي حق نتكلم فيها، هذا يخص العسكر. من المفروض نحن كمدنيين ما نعرفوهش، كنا في زمن معين ضباط المخابرات ما نعرفوهمش إلا بعد ما يتقاعدوا ويتم تكريمهم. الان راه ضابط مخابرات نهار كامل يقول لك راني في السيرفيس، حتى اسم المستعار اللي يخدم به كل البلديات وكل الادارات يعرفوا. بكري في عهد بومدين وغيره لما كانت المخابرات مخابرات، تلقاه ضابط في المخابرات زوجته ما على بالهاش باللي راهو ضابط مخابرات حتى يحال على التقاعد. نحن راهو قبل ما يجازي في المخابرات يديرها في الفيسبوك، وبعد كي يولي في المخابرات ما كانش يعرفوا حتى الجراد نتاعو وقتها طلع وقتها وين يخدم، ويظل يحكي حتى على خدمته. ما بقاتش الامور. لذلك نقد المؤسسه العسكريه، المؤسسه العسكريه نحن رانا محللين سياسيين نتكلم في المجال السياسي. كي تجينا المؤسسه العسكريه لحلبه السياسه تتحمل النقد، ننتقدوها ونهاجموها اذا اخطات في الامور السياسيه. انا لا اتكلم عن الامور العسكريه، انا عمري جيتكم وقلت لكم المؤسسه العسكريه دارت مناوره، من المفروض الصاروخ الفلاني ما تظهروش، هذه امور تخصهم. انا نتكلم في الجانب السياسي، اذا جاني العسكري الى ملعب السياسه نشرشحه اذا ما كانش في المستوى المطلوب، من المفروض ما يجيش. اذا هذه هي الاشكاليه اخواني الكرام، هذه الاشكاليه. لذلك نقد المؤسسه العسكريه عندما تمارس السياسه ليس جريمه، ونقد الرئيس إذا كانت هناك ممارسات ليست جريمة، ولا نحن من الخوارج. أنا حرت في بعض الأشخاص أهم يسموا في أنفسهم سلفيين يتبعوا تيار معين، كون السياسة ما دخلوهاش، خلاص عمرهم لا كانوا في السياسة، الانتخابات يحرموها ما يروحوش، راحوا في الانتخابات الأخيرة بأوامر معينة باش راحوا لينتخبوا. أنت تقول لي بأن السياسة ترك من السياسة ترك السياسة، وأن السياسة هذه ما يجب أن نتكلم فيها لأنه أولي الأمر، وأنتم يوميا خصصتوا جيوش إلكترونية وصفحات لا تحصى ولا تعد لتهاجموا الناس وأنهم من الخوارج المرتدين من الخوارج، مش معناها؟ أنت وش عندك علاقة بالسياسة؟ أنا أشخاص أعرفهم والله العظيم يا جماعة تعلم الوضوء عنده شهر وبدأ مباشرة يقرأ لي في التيارات والصراعات والخلافات والإخوان وكذا وكذا وكذا، يقرأ في الأشياء هذه الصراعات هذه، واليوم راه ينتقد في محللين سياسيين وسياسيين قضوا عمرهم كلهم في مجال السياسة. إذا كان أنت تقول من السياسة ترك السياسة، خلينا سيدي نحن في بعضنا، واش دخلك نهار كامل أنت حاط صورتي أنور مالك خارجي أنور مالك كذا وكذا وكذا وغيري، مش الأمر يتعلق بي أنا. نحن في مجال السياسة ننتقد بعض، ونقد المؤسسة العسكرية إذا جات الملعب السياسة هي اللي جات. أنا قلناها كم من مرة، أنت رافقت المؤسسة العسكرية في عهد قايد صالح، رافقت المسار إلى غاية انتخابات ديسمبر 2020 2019 عفوا، خلاص
ارجعوا اذا كان تقعدوا عندكم متابعه معينه عن طريق وزاره الدفاع، تابعوا في المسار كيفاش يمشي، هذا اهلا وسهلا فقط. ولكن انه ترجع نهار كامل تنشر نشره الثامنه الكزر الفلاني سموها على الشهيد فلاني، الجنرال فلاني هو واش يدير، الجنرال فلاني هو واش يدير، كذا 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 كذا، ولينا نعرف كل الناس، كل تعرف القادة العسكريين، تعرفهم حتى وين يسكنوا، تعرفهم كل شيء. ما هذا ما هوش أمن قومي أصلا، هذا نوع من العبث. المؤسسة العسكرية ما عندهاش علاقة بالسياسة، وإذا كان هي حابة تمارس السياسة بهذه الطريقة إذا ما تعتبروناش نحن كسياسيين نجوا ننتقدوا المؤسسة العسكرية، رانا خنا وانا نتآمروا، كأني أنا عندما نأتي ونقول هذه الممارسات غلط أو نجيب مجلة الجيش وننتقد افتتاحية مجلة الجيش، معناها خلاص راني خلاص راني هزيت بندقية ونتيري على العسكر. هما جاوا يتكلموا في السياسة ننتقدوهم، لو ديروا مجلة الجيش يتكلموا غير على أمورهم تخصهم العسكرية، هنا ما عنديش ما نهضر، انتهى الموضوع. لذلك إخواني نقد العسكر عندما يكون في ملعب السياسة ليس جريء، رغم أن الدول المتطورة حتى في أثناء الحروب تلقاهم في التلفزيونات يجيبوا محللين استراتيجيين وينتقدوا العسكر نتاعه. تروح الأمريكا تلقاهم ينتقدوا قواتهم العسكرية الموجودة في العراق وكذا وكذا، ويحللوا ويجيبوا جنرالات ويتناقشوا مع محللين استراتيجيين وصحفيين ويتناقشوا بشدة فيما بينهم في التلفزيون، ولا قالوا أنت سيفيل رك خائن وعميل. نحن فقط في العالم العربي كل من ينتقد النظام راه خائن وكذا وكذا، لأنهم لا يريدون. يا سيدي أنا انتقدت وقلت يجب أن يكون، شوفوا وانا نقول لكم اجمع لكم بانه عندما نشوف غير الغلط اللي عاد لا يغتفر، اللي الناس كل تشوف فيه غلط ننتقده، كاين اخطاء اخرى نعرفها ولا وما يعرفوهاش كثير من الناس عن المؤسسه العسكريه لا اثيرها ابدا، لانها اعرفها انا وصلتني عن طريق زملاء ما زالوا في العسكر وكذا كذا، لا اثيرهم، ناقشوها فيما بيننا فقط على الخاص وانتهى الموضوع. لكن حاجة مجلة الجيش تجي تنشر افتتاحية تحكي عليها في كل التلفزيونات، نجي أنا نهزك الافتتاحية ننتقدها وليت خائن عميل، هذا كلام فارغ. والله الدول اللي تمشي بهذه الطريقة لا يمكن أن تتطور أبدا، ومن قال لكم رايح تتطور وتتقدم راه يكذب عليك. إذا إخواني الكرام، يعني هذه النقاط فقط اللي أردت أن أقولها بالمختصر المفيد. أتمنى من الدولة الجزائرية أن تكون في مستوى هذا التحدي. الرئيس غائب، أشرحوا للجزائريين الحقيقة، قولوا الجزائريين الحقيقة. إيقا من أشهر والآن الجزائريين طالعين هابطين أسابيع أسبوع ينطح أسبوع وهم راهو جاي وكذا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.